أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأشخاص وضعت عليها الطلاسم والشعوذة. الصور وجدت بالمقابر عبر تراب الوطني، فتفرجوا وشاهدوا هذه الصور. ربما أحدكم يجد صورة من بين هذه الصور. حسبنا الله ونعم الوكيل.